طلبات الصف الثاني الثانوي، رجعنا لكم تاني في الترم التاني ان شاء الله. نتمنى ان الترم الاولاني يكون كان سعيد عليكم. هنبدا النهارده مع اول درس في البيور ماثيماتكس وهو السيكونس. تعالوا نشوف. هنبدا مع بعض بقى السيكونس. طب تعالوا نعرف يعني ايه سيكونس. السيكونس ديت ماشي، لما نيجي نعرفها هنعرفها في الاول، ممكن نعتبر ان السيكونس دي عباره عن فانكشن. بس فانكشن مالها بقى؟ الدومين بتاعها هو عبارة عن زد بوزيتيف، والكودومين بتاعها أو الرينج هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن R. يبقى أنا دايما الدومين بتاعي زد بوزيتيف. يعني زد بوزيتيف يعني 1 2 3 4 كده، لا نيجاتيف ولا زيرو. يعني معناها إن ديت لو أنا رسمتها هتطلع طبعا ديسكريت فانكشن، لأنه عبارة عن نقط. يعني عند البوينت 1 ليها قيمة، عند البوينت 2 ليها قيمة، ملهاش قيمة ما بين البوينت ال1 وال2. مثلا 1.5 مش موجود، 1.2 مش موجود، الكلام ده. فبالتالي لو احنا حبينا نعمل لها تمثيل او نعمل لها ريبريزنتيشن يعني على النمبر لاين، وحبينا نعمل الكلام ده، هنبص نلاقي انها عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه. مثلا لو قلنا ان دي 1 يبقى هي تبدا مثلا من هنا اهوت كده، وليكن ادي 1 2 3 يبقى هي تبدا كده اهوت عند ال 1 ديسكريت كده، عند ال 2 ديسكريت كده، عند ال 3 مثلا بقيمه برده معينه، فتبقى عباره عن مجموعه من البوينت ومجموعه من البوينت ايه زي ما انتم شايفين كده ديسكريت، ومفيش اي فروق اي اتصال ما بينهم او اي كونتينوس ما بينهم. معنى كده ان هو ممكن مثلا يجي يسالك سؤال، مثلا يروح يرسم لك رسمه ويقول لك في الرسمه دي تعبر عن سيكونس ولا لا، ويجيب لك فيها جزء نيجاتيف على الاكس. خلي بالكم احنا بنقول القيم اللي بتدي نيجاتيف بوزيتيف بس هي قيم الاكس، يعني معنى كده انها لازم تبدا من اول 1 في الربع الاول او في الكوادرنت نمبر 1. اذا لو هي دخلت في الكوادرنت نمبر 2 او 3 او 4 البوينت بتاعتها، يبقى دي ما عادتش اسمها ايه؟ اسمها سيكونس، تبقى فانكشن عاديه. طيب احنا بقى لو حبينا نمثل السيكونس دي فانكشن على فانكشن يعني، فممكن نقول انها اف ايكوال هتبقى ايه بقى لما نمثلها براكت كده بتاع ست زي اللي احنا كنا بناخده قبل كده، وهنا 1 وهنا اف اوف 1، يعني قيمه الفانكشن او قيمه السيكونس دي عند 1 الترم الثاني هيبقى 2، وقيمتها عند 2 اللي هي الاف اوف 2، وهكذا لغايه لما ايه نخلص. ممكن الفانكشن دي او التمثيل ده او البرزنتيشن بتاعنا ده يبقى منتهي او يبقى ايه غير منتهي. طيب قالوا لنا خلاص، طب ما احنا ده شكل لو احنا عايزين نعملها زي فانكشن، بس ديت في الاصل هي تقريبا مش فانكشن، فاحنا عايزين نمثلها. فقال لك خلاص بدل ما تمثلها بست او تو براكت بتوع ست، خلاص خد الاف اوف 1 واكتب قيمتها، وخد الاف اوف 2 وخد الاف اوف 3. لما اقول اف اوف 1 يبقى معناها ده الفيرست تيرم، لما اقول اف اوف 2 يبقى ده السكند تيرم، وهكذا. طب لما نحب نعملها كده او نكتبها كسيكونس تبقى عامله ازاي؟ هنكتبها ما بين براكت كده وبراكت كده، وساعتها بقى مش هنكتب 1 واف اوف 1، لا هنكتب اف اوف 1 اف اوف 2 على طول. يبقى معروف اف 1 هو الفيرست تيرم، اف اوف 2 هو السكند تيرم، اف اوف 3 هو الثيرد تيرم، وهكذا. يبقى دي اف اوف 1 ده اول ترم، الترم الثاني اف اوف 2، الترم الثالث اف اوف 3، وهكذا لغايه لما السيكونس تخلص. فبنقول على الاف 1 بتاعنا ده ان هو الفيرست تيرم، وبنرمز له بالسيمبل تي 1. الاف 2 ده بنقول عليه ان هو السكند تيرم، وبنرمز له بالرمز تي 2. الاف 3 ده عباره عن الثيرد تيرم، وبنرمز له بالرمز تي 3، وهكذا. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عمال امشي واكتب ترمات. يبقى اذا في ترم عندي هنا هنقول عليه اف اوف ان مثلا، الترم رقم ان، وده اللي ممكن نحسب منه اي ترم، فدوت يبقى اسمه تي ان. تمام؟ ده ممكن لو حطينا الان هنا ب 1 يبقى هجيب الترم الاول، حطيت ان ب 2 يبقى انا هجيب الترم الثاني، حطيت ان ب 3 يبقى هكتب الترم ايه؟ الثالث. يبقى انا كده ممكن اكتب السيكونس دي عامله ازاي؟ بدل ما اكتبها اف اوف كذا واف اوف كذا، هي يبقى هي عندنا تي اوف ان او تي ان هي عباره عن تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 وهكذا. يبقى كده الكلام ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ كان انا بقول ان دوت هو الترم الاول، القيمه ديت هي الترم الثاني، القيمه ديت هي الترم الثالث، القيمه ديت هي الترم الرابع، وهكذا. طيب تعال نشوف مثلا لو احنا عندنا بقى ايه؟ عندنا وليكن فانكشن، والفانكشن دي معرفينها على انها مين؟ معرفينها على انها اف اوف اكس ايكوال 2 اكس بلس 3. كل ده بالنسبه لنا يعتبر تمهيد قبل ما ندخل على الكلام، لان الكلام هيبقى شبه الموضوع ده. تمام؟ فاحنا عندنا ايه؟ الاف اوف اكس بتاعتي هي عباره عن مين؟
ال f of x بتاعتي هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن 2x بلس 3، وبيقول لي إن إيه؟ إن الدومين بتاعي هو z بلس، والكودومين بتاعي هو مين؟ هو ال r. فبالتالي ديت كده بقت سيكونس بالنسبة لي. فإحنا لو حبينا نجيب f of 1 يبقى نشيل كل x نحط بدلها 1، يبقى 2 تايمز 1 بلس 3، الكلام ده هيطلع ب 5، تمام؟ f of 2 مثلا يبقى 2 تايمز 2 بلس 3، هيطلع الكلام ده ب 7. مثلا f of 3 يبقى الكلام دوت هو عبارة عن مين بقى؟ هو عبارة عن 2 تايمز 3 بلس 3، يطلع الكلام ده ب 9. يبقى انا كده ممكن نكتب السيكونس ديت، احنا كلنا عارفين الجنرال فورمولا بتاعتها f of 1 f of 2 وهكذا، تمام؟ يبقى احنا ممكن نكتبها على طول، f of 1 هنا ب 5 يبقى 5، f of 2 هنا ب 7 يبقى 7، f of 3 ب 9 يبقى ممكن السيكونس دي تتكتب بالمنظر اللي احنا شايفينه 5 7 9، وهتبقى بالشكل ده. وعموما احنا اصلا لما نيجي نعمل ريبريزنتيشن لهذا الموضوع بعد كده، بدل ما نكتب اف اوف كذا والكلام ده، لا هنرمز للسيكونس عموما بالرمز تي. فبالتالي هتبقى الفانكشن بتاعتنا اسمها مثلا تي اي اوف ان، والتي ان ديت هي عباره عن مثلا هنا 2 اكس بلس 3، هنبدل الاكس بان، يبقى الكلام ده هو عباره 2 ان بلس 3، ونبتدي نشيل ال نحط مكانها 1 ونحسب الفيرست. يبقى انا كده جبت الفيرست تيرم، يبقى تي 1 مثلا بيساوي و 2 تايمز 1 بلس 3 هتطلع ب 5. تعالوا نحسب التي 2، يبقى اشيل ال واحط بدلها 2، يبقى 2 تايمز 2 ب 4، 4 و 3 يبقى 7. بعد كده مثلا عايزين نجيب التي 3، يبقى هو عباره عن تي تايمز 3 ب 6 بلس 3 يبقى 9، وهكذا. ممكن نروح كاتبين السيكونس على طول بالمنظر ده، وده هيبقى الجنرال تيرم اللي احنا متعودين نتعامل معاه. طيب يبقى دوت كده احنا دخلنا كمبدا وعرفنا يعني ايه سيكونس ويعني ايه هذا الموضوع. طيب احنا بقى بنيجي نتكلم على السيكونس. السيكونس دي بنقسمها لنوعين في البدايه كده. ممكن نقول ان انا عندي فينيت سيكونس، ماشي، وانفينيت سيكونس. يعني ايه انفينيت سيكونس؟ كلمه فينيت سيكونس يعني السيكونس اللي منتهيه. يعني ايه منتهيه؟ يعني بنبص نلاقي مثلا انها عامله ازاي، عامله بالمنظر ده كده، مثلا 1 2 مش عارف ايه كده، وهنا مثلا 5. يبقى السيكونس بدأت برقم وانتهت برقم، يبقى كده بنقول عليها فينيت. فينيت يعني منتهية، لها تيرمز محددة، ممكن ترمز زي ما تكون بقى 10 20 30 مش فارقة معايا، أهم حاجة إنها ليها فيرست تيرم وليها لاست إيه تيرم أو إند إيه تيرم، دي بنقول عليها فينيت سيكونس. طيب الإنفينيت سيكونس تبقى سيكونس زي دي برضو 1 2 ومثلا نقط نقط نقط، وتبقى غير منتهية، يعني ما لهاش لاست تيرم، فبنقول على الكلام ده إن هو إنفينيت سيكونس، تمام؟ يبقى احنا كده لو احنا جبنا مجموعه من الاكزامبل كده وحبينا نبين السيكونس دي فينيت ولا انفينيت، يبقى الكلام ده معناه ان احنا لو انا عندي 2 و5 و7 ونقط نقط نقط، يبقى دي اسمها انفينيت سيكونس، تمام؟ لو انا عندي مثلا 3 و4 ونقط نقط وهنا مثلا 9، يبقى دي اسمها فينيت سيكونس لان ليها لاست ايه؟ لاست تيرم، تمام؟ مش شرط ان النمبر اللي هنا كله يبقى انتجر نمبر. احنا قلنا ان السيكونس عموما بتبقى الدومين بتاعها زد بوزيتيف، تمام كده، والكودومين او الرينج بتاعها ار. الار دي تشمل كلنا عارفين، تشمل النيجاتيف والبوزيتيف والفراكشن والكلام ده كله، يعني ممكن فانكشن تبقى 1 اوفر 3 مثلا 2 اوفر 5 وهكذا. اهم حاجه في الاخر، اخر ترم موجود معايا ولا مش موجود؟ اخر ترم موجود معايا يبقى ديت اسمها ايه؟ ديت اسمها فينيت. اخر ترم مش موجود معايا او ما اقدرش احسبه يبقى دي اسمها انفينيت تيرم. يبقى ممكن يسالك في بعض المسائل يجيب لك سيكونس زي كده او زي كده او زي كده، ابتدي يسالك يقول لك دي فينيت سيكونس ولا انفينيت سيكونس. ساعتك تروح بص على طول على مين؟ على اللاست تيرم. لو لقيت اللاست تيرم موجود بعده يعني ما فيش نقط، يبقى كده دي سيكونس اخرها مثلا 9، يبقى خلاص ديت سيكونس محدده. لكن السيكونس اللي بيكون فيها مجموعه من البوينت يبقى دي سيكونس غير محدده او غير منتهيه، فبالتالي بنقول عليها انفينيت سيكونس. طيب تعالوا كمان نبتدي بقى نتعلم مثلا ان احنا هيديني مثلا علاقه كده، ونبتدي ايه نجيب من هذه العلاقات الترمز الموجوده في السيكونس ديت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن يديني سيكونس كده هو ويقول لي مثلا التي مثلا عندنا سيكونس مثلا، وجاي بيقول لي ايه؟ بيقول لي السيكونس ديت يا ترى الريليشن بتاعتها عامله ازاي، او هات لي مثلا مجموعه من الترمات. يعني مثلا بيقول لي لو انا عندي تي 1 ايكوال 5، تمام، وبيقول لي التي ان
بلس 1 تمام ايكوال 3 تي ان كده واضح. وبيقول لي طبعا خلي بالكم ان الان دي لازم تكون ايه؟ لازم تكون اكبر من ماشي من مين؟ من الزيرو. فبالتالي ممكن هنا بما ان هو بيكلمنا على ديت هو كده يعتبر بدأ من مين؟ ده الفيرست تيرم، يبقى اللي بعده ممكن نجيب منه السكند تيرم، فممكن يقول لي ان ايكوال بيجر ذان اور ايكوال كام؟ اور ايكوال 1. طيب عايزين نجيب بقى ايه؟ بيقول لي هات لي اول 5 تيرم في الايه؟ في السيكونس ديت. طيب واضح قوي ان هو مديني الفيرست تيرم، الفيرست تيرم هنا التي 1 بكام؟ ب 5. طيب التي 1 ب 5 يعني ما هو التي 1؟ التي 1 دوت بالنسبه لي هو عباره عن الترم اللي فيه الان قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد، تمام كده؟ يبقى لما نبص هنا بقى، يبقى انا عشان اجيب السكند تيرم لما نيجي نبص على الجزئيه ديت او الريليشن دي، هنا انا لو حطيت الان مثلا ب 2 هيديني 2 بلس 1 هتبقى ب 3، يبقى ديت تي 3 ماشي، والتي 3 كده هتبقى 3، وانا حطيت الان ب 2 يبقى 3 تي ايه؟ تي 2. يبقى معنى كده ان في علاقه بتربط ما بين الترم، يعني الترم ده كده هيطلع لي تي 3 مرتبط مع مين؟ والترم ده هيطلع لي مثلا تي 2، يبقى التي 3 مرتبط بالتي 2، يبقى انا عندي العلاقه اللي بتربط الموجوده بطلع منها السيكونس بيربط ما بين الترم والترم اللي قبله، تمام؟ طيب واضح هنا ان حط الان بكام؟ حط الان مثلا بواحد عشان تي 1 دي معناها ان الان قيمتها ب 1 طلعت له 5، تمام كده؟ تمام. طيب يبقى احنا عايزين الترم الثاني بدل ما نحط الان بواحد هنحط الان بكام؟ ب 2. طب ما احنا لو عملنا كده وجينا نعوض يبقى هنحط الان هنا ب 2، يبقى 2 بلس 1 بتساوي 3 في التي 2، تمام؟ يعني معناها ان التي 3 بيساوي 3 تي 2. طبعا انا معيش التي 2 فمش هقدر احسب التي 3، بالاضافه لكده التي 2 بالنسبه لي ناقص، فاذا التعويض بالمنظر ده ان انا اشيل قيمه الان واحط بدلها 2، الكلام ده مش مظبوط ومش صح. بدليل ان هو لما جه عرف لي دي قال لي خلي بالك في العلاقه ديت اشترط ان الان قيمتها اكبر من او تساوي ايه؟ 1. يبقى لو شلت كل ان وحطيت مكانها 1 تعال نشوف ايه اللي هيحصل كده. يبقى اما نحط هنا 1 يبقى هتبقى تي 1 بلس ايه؟ 1 بتساوي كام؟ 3 في التي ايه؟ 1. طب ما التي 1 بلس 1 اللي هي التي ايه؟ تي 2، يبقى الكلام ده تي 2 بتساوي 3 تي ايه؟ تي 1. طيب ما انا عندي هنا ايه بقى؟ انا عندي هنا التي 1 هو مداني ب 5 فهو في المساله. يبقى انا ممكن على طول يبقى التي 2 هي عباره عن 3 تايمز التي 1 اللي هي قيمته ب 5 يطلع الكلام ده بكام؟ ب 15. تمام كده؟ يبقى انا جبت كده التي 2. طب لما نحط الان بكام؟ احنا حطينا هنا الان ب 1، تعال نحط الان ب 2 ونشوف ايه اللي هيحصل. لما احط الان ب 2 يبقى تي هتساوي ادي 2 بلس 1 هيبقى تي 3، يبقى ادي تي 3 ايكوال 3 اهي. طيب احنا حطينا هنا الان ب 2 يبقى شيل برضو الان اللي هنا واحط مكانها ايه؟ 2. يبقى التي 3 هي 3 مرات من مين؟ من التي 2، والتي 2 معايا بكام؟ ب 15. يبقى التي 3 هيساوي 3 تايمز 3 تايمز 15 تطلع ب 45. طيب تمام قوي. يبقى احنا كده في الجزئيه دي حطينا الان ايكوال ايه؟ 1، في الجزئيه دي حطينا الان ايكوال 2، وفي الجزئيه اللي بعد كده هنجيب الان ايكوال كام؟ ايكوال 3. لما نحط الان هنا في العلاقه ديت ايكوال 3، يبقى 3 بلس 1 هتديني 4، يبقى اذا التي 4 هتساوي في بعد كده 3 هنحط ال 3، بعد كده التي ان هنحط، احنا قلنا هنحط الان ب 3 يبقى دي تي ايه؟ تي 3. يبقى كده التي 4 3 تي ايه؟ تي 2. يعني اذا التي 4 بتساوي يبقى 3 تايمز 45، الكلام ده يطلع لنا بكام؟ 3 تايمز 5 ب 15، وكده يبقى 135. واضح قوي من خلال حتى اللي احنا شايفينه ده ان كل العلاقه كل ترم 3 مرات من الترم اللي قبله، يعني احنا هنا لما جبنا لقينا ان التي 2 كم مره؟ تي 2 3 مرات من تي 1، والتي 3 3 مرات من تي 2، والتي 4 3 مرات من مين؟ بالتي 3. يبقى اكيد التي 5 بالنسبه لي هو عباره عن 3 مرات من مين برضه؟ من تي 4، عشان بدل ما اقعد اعوض خلاص انا حفظت الايه؟ الموضوع من السيكونس اللي ماشي. يبقى كده الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي؟ يبقى لما نيجي نحسب التي 5 هيبقى التي 5 ايكوال 3 تايمز تي 4 اللي هو 135، هيطلع الكلام ده ب 405. يبقى السيكونس، يبقى انا كده جبت له كام ترم؟ يبقى انا كده جبت له 15 ترم. يبقى السيكونس بتاعتنا تمام زي ما احنا شايفين هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن التي 1 كانت ب 5، التي 2 احنا مطلعينها ب 15 تمام، التي 3 طلعناها ب 45، التي 4 طلعناها ب 135، وهكذا. يبقى احنا كده حسبنا له الايه؟
الثري الفايف تيرمز اللي هو كان عايزها، والتي 5 كمان قلنا ب 405 وهكذا. يبقى احنا كده حسبنا مين؟ حسبنا الفايف تيرم اللي هو كان بيتكلم ايه عليها. طيب تعالوا نشوف ايه حاجه تانية كده مع بعض برضو. تعالوا نتكلم على الانكريزنج والديكريزنج فين في السيكونس. طب يعني ايه انكريز ويعني ايه ديكريز؟ بص يا شباب، انا عشان اعرف ان الفانكشن دي بيحصل لها انكريز او ديكريز، الكلام ده معناه ايه بالنسبه لي؟ الكلام ده معناه بالنسبه لي ايه؟ معناه بالنسبه لي ان فانكشن يعني مثلا ممكن تبقى ماشيه ازاي، مثلا 10 8 7 وهكذا. فواضح كده ان الفانكشن بتقل، طالما بتقل يبقى ديت ديكريز فانكشن. طب الفانكشن ممكن تبقى 2 وبعدين 5 وبعدين 7، واضح ان كده عماله الفانكشن ايه ارقامها بتزيد، يبقى دي اسمها انكريزنج فانكشن. طب انا احكم على الفانكشن دي انها انكريزنج فانكشن او ديكريزنج فانكشن ازاي؟ بحسب الترم اللي اسمه n بلس 1 واعمله تي ان بلس 1 واعمله ماينس من التي ان. لو طلع الكلام ده اكبر من الزيرو يبقى كده ده انكريزنج فانكشن. لو يبقى اذا ده لو تي ان زائد 1 ماينس التي ان بيجر ذان زيرو يبقى ديت انكريزنج ايه؟ فانكشن. طيب لو طلع ان تي ان بلس 1 ماينس تي ان سمولر ذان زيرو يبقى ديت ديكريزنج ايه؟ فانكشن. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناه ان هو يديني الشكل العام للسيكونس، وانا اعمل ايه؟ هروح جاي شايل كل ان واحط بدلها ايه؟ واحط بدلها تي ان زائد 1 واحسبها بكام؟ وبعد كده ما انا كده كده معايا تي ان، هعمل الاثنين دول ماينس واشوف الرقم اللي هيطلع من هنا، ده اللي بيحدد لي الفانكشن ديت يبقى ديكريز ولا انكريز ولا ايه بالظبط. طيب تعال نشوف مثلا بروبلم كده ونشوف القصه دي. هو بيقول لي لو التي ان عندنا ايكوال 3 ان ماينس 2 مثلا، يعني عايز يعرف دي انكريز ولا ديكريز. احنا اتفقنا مع بعض، بص وبعدين انت ممكن تعرف بسهوله قوي من ايه؟ من الاشارات وكلام زي كده، بس احنا مش عايزين نسبق الاحداث فخلينا نعوض تعويض عادي. احنا قلنا اول حاجه نجيب التي ان بلس 1 ونعملها ماينس التي ان. التي ان كده كده هو مديهان، يبقى انا هحسب التي ان بلس ايه؟ 1. التي ان بلس 1 يعني ايه؟ يعني اشيل كل ان واحط بدلها ان بلس ايه؟ 1. يبقى تي ان بلس 1 ايكوال، هنشيل بقى كل ان في الريليشن يبقى 3، هنشيل الان اللي هنا نحط مكانها ان بلس 1 ماينس مين؟ ماينس 2. يبقى الكلام ده على طول يبقى 3 تايمز ان ب 3 ان، وهنا 3 بلس تايمز 1 ب 3 ماينس كام؟ ماينس 2. يبقى اذا الكلام دوت هيبقى 3 ان 3 ماينس 2 هتديني ماينس 1، يبقى تي ان بلس 1 طلعت لي هي عباره عن مين؟ طلعت لي هي عباره عن 3n ماينس 1. طيب احنا عشان نحكم على هذا الكلام يبقى احنا كده عندنا التي ان بلس 1 ماينس التي ان، نبتدي نعوض بقى، يبقى التي ان بلس 1 هي 3n ماينس 1. طبعا دي ماينس التي ان، يبقى احنا هنعكس كل الساين او كل الاشارات بتاعت التي ان، يعني التي ان اللي هو مداني دي اعكس اشارات البوزيتيف اخليه نيجاتيف والنيجاتيف اخليه ايه؟ بوزيتيف. يبقى معنى كده ان هاجي هنا كده واغير الاشارات، يبقى الكلام ده ماينس 3n ماينس كام؟ بلس ايه؟ بلس 2. طيب ادي 3 ان بالبوزيتيف و 3 ان بالنيجيتيف هيروحوا مع بعض، يبقى 2 وهنا ماينس 1 هيتفضل لنا بوزيتيف 1. يبقى معنى كده ايه؟ ان القيمه دي اكبر من مين؟ اكبر من الزيرو، يبقى ديت انكريزنج سيكونس. يبقى انا اما اجي اشوف ان المثال اللي احنا اتكلمنا عليه، اما اجي اشوف ان الكلام ده انكريز ولا ديكريز، كل اللي انا هعمله اشوف الريليشن اللي مدهاني اللي هي تي ان اللي هنا، اشيل كل ان واحط بدلها ان بلس 1، اطلع علاقه، امسك الريليشن اللي طلعت لي دي اعملها ماينس التي ان، ونشوف بعد ما الاختصارات والكلام ده كله لو طلعت القيمه اللي طالعه بوزيتيف يبقى كده معنى كده انها انكريز، طلعت نيجاتيف يبقى ديكريز، طلعت كمان افرض انها طالعه ديبندس اوف ان يبقى هتبقى ايه؟ طبعا دي بتعتمد على قيمه ايه؟ ان، فما نقدرش ساعتها نقول انها انكريز ولا ديكريز عشان هي بتعتمد على قيمه مين؟ قيمه ان. طيب تعال نشوف مثلا يعني برضو لو احنا عندنا كده بروبلم ثانيه بيقول لي تي ان ايكوال 5، واضح كده ان التي ان بكام؟ التي ان ب 5 يعني ايه؟ التي ان ايكوال كام؟ ايكوال 5، ماشي اوكي. فالتي ان ايكوال 5 ده معنى ايه؟ ان التي هنشيل كل ان ونحط بدلها ايه؟
طب تعالوا نشوف مثلا، هو مديني هنا تي ان، بيقول لي ان تي ان ايكوال 5. احنا قلنا هنشيل كل ان ونجيب بقى مكانها ايه، ان بلس ايه، ان بلس 1. يبقى كده هنجيب تي ان بلس 1. هل هنا في انات؟ واضح ان مفيش هنا انات، يبقى تي ان بلس 1 هي تي ان قيمتها بكام؟ ب 5. طيب تعالوا بقى نشوف. يبقى احنا كده عندنا التي ان بلس 1 المفروض ان احنا هنعملها ماينس التي ايه ان، يبقى الكلام ده ايكوال تي ان بلس 1 ب 5 وتي ان ب 5، يبقى 5 ماينس 5 قيمتها بكام؟ ب 0. يعني معناها ان الكلام ده نوت ايكوال تو نوت بيجر ذان ايه؟ 0. يبقى معنى كده بما ان قيمتها ب 0 يبقى ديت اسمها كونستانت ايه؟ سيكونس. كونستانت ايه؟ سيكونس. طيب تعالوا بقى نشوف مثلا ايه. هو مديني مثلا بروبلم كده وبيقول لي ان احنا عندنا سيكونس عامله كده اللي هي عباره عن 9 و 13 و 17 وهكذا. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عايزين نجيب التي 7 وعايزين نجيب التي 10 وعايزين كمان، بيقول لي هات لي الايه؟ الاوردر بتاعت او الترتيب، يعني الترم اللي قيمته 65 عايز اعرف ده رقم كام؟ رقم 1 ولا 2 ولا 3؟ فبيقول لي هات لي الاوردر اوف ذا ترم اللي هو معناها الان بتاعته، يعني الترم الاول ولا الثاني ولا الثالث. طيب لما نيجي نبص هنلاقي هنا ان تي 1 قيمته بكام؟ قيمته ب 9 والتي 2 قيمته ب 13 والتي 4 قيمته ب 17. ده معناه ايه؟ تعال نبص كده بصه كده مع بعض. هنلاحظ حاجه، هنلاحظ ان ده وده زايدين عن بعض بكام؟ لما نبص هنلاقي ان دوت وده زايد عنه بكام؟ زايد عنه بفور، وده وده برضه زايد عنه بايه؟ بفور. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عايز اجيب علاقه بتربط ما بين ايه؟ ما بين الكلام ده. يبقى ده زايد عن ده بفور، يبقى لو قلنا ان الزياده هي اسمها فور. تمام كده؟ طيب الفرق بقى ما بين ال 9 وال 4 5، يبقى انا لو حطيت على ال 4 5 ايه اللي هيحصل؟ هيديني الترم رقم ايه؟ رقم 1. طيب اما نيجي نجيب الترم الثاني، تمام، لو انا عملت ايه بقى؟ لو انا رحت جاي ادي 4 وادي 5 دي 9 يعني الترم الاول. طيب تعالوا مثلا هنقول احنا عايزين الترم الثاني، نحط هنا مثلا ان كده ونتفرج ايه اللي هيحصل. لما احط هنا ان واشيل ان واحط مكانها 1 يبقى 4 تايمز 1 بكام؟ ب 4. تمام كده؟ هو تمام. بلس 5 هتديني مين؟ تديني 9. طيب تعالوا نحط مكان الان مثلا 2، يبقى 4 تايمز 2 ب 8، 8 تايمز بلس 5 هتديني 13. ايه ده؟ ده الترم الثاني طلع. طب تعال نحط هنا ان مثلا نحط مكانها 3، يبقى هنا 4 تايمز 3 بكام؟ ب 12، 12 بلس 5 يبقى الكلام ده يطلع بكام؟ ب 17. يبقى اذا دي العلاقه اللي بتعبر عن مين؟ دي العلاقه اللي بتعبر عن الجنرال تيرم بتاع السيكونس دي اللي هي عباره عن 5 بلس 4 ان. طيب تعال نشوف بقى احنا جبناها ازاي. انا بصيت هنا لقيت ان الترم ده بيزيد عن الترم ده ب 4 والترم ده بيزيد عن الترم ده بايه؟ ب 4. معنى كده ان الزياده ثابته. تمام؟ معنى الزياده ثابته يبقى اذا ال 4 دي هتدخل معايا. بكتبت هنا 4 ببص لقيت نفسي كمان حاجه، انا عشان احصل بقى على الترم الاول دي 4، عشان احصل على الترم الاول ماشي اللي هو 9 عملت ال 9 دي ماينس 4 ادتني 5. فكده ايه؟ قلت خلاص يبقى ال 5 دي لو اتجمعت على ال 4 او عملت ادنج مع ال 4 هتديني الترم الاول. طيب انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج اعرف الترم، اجيب حاجه كده او اشوف الان احطها مثلا هنا ولا احطها هنا بحيث انها ايه؟ انها تديني مين؟ تديني الترم الثاني. فقلنا لما تيجي نحط الان هنا هو جنب مين؟ جنب الفور، باعتبار ان ايه اللي بيحصل؟ ان كل دي عماله تزيد بمقدار ايه؟ مقدار فور. عشان كده فكرت ان احط الان هنا ما احطهاش هنا. تمام؟ فيبقى اصبح عندنا هنا ادي الفور تايمز ان، وبدات اجرب اشيل ان احط مكانها 1، اشيل ان احط مكانها 2، اشيل ان احط مكانها 3 وهكذا. بصينا لقينا ايه؟ الكلام طلع معانا. يبقى اذا ده شكل الجنرال فورميولا وده اللي كان عايزه مني في الاول. بعد كده بيقول لي هات التي 7، يبقى انا اشيل ان واحط مكانها ايه؟ 7. تمام كده اهوت. يبقى كده اهوت التي 7 بالنسبه لي عباره عن مين؟ هشيل كل ان واحط مكانها 7، يبقى دي 5 بلس 4 تايمز ايه؟ تايم 7. يطلع الكلام ده بكام؟ يطلع الكلام دوت معايا ب 33. بعد كده كان بيقول لي هات التي 10. تمام كده؟ فالتي 10 بالنسبه لي هشيل كل ان واحط مكانها ايه؟ 10، يبقى تي 10 بتساوي 5 بلس 4 تايمز 10. يطلع الكلام ده 4 تايمز 10 ب 40، 40 وادي 5 يبقى الكلام ده ب 40 ايه؟ 5.
باجي بيقول لي هات لي قيمه الان، ما هو كلمه اوردر ده يعني هات الان، اوردر يعني هات مين؟ هات الان اللي تخلي الترم يطلع قيمته بكام؟ 65. يبقى اذا التي اللي هنا دي قيمتها بكام؟ ب 65. يعني كانه مديني مثلا ده وعايز مني الان اللي هنا نحطها بكام؟ فنعوض عنها كاني بتعامل مع معادله عادي جدا او كاني بتعامل مع ايكويشن. هنقول كده ان احنا عندنا العلاقه 5 بلس 4 ان ايكوال كام؟ 65. امتى اعمل الكلام ده؟ لما يقول لي هات الاوردر بتاع مين؟ بتاع الترم. بيقول لي فاين ذا اوردر اوف ذا ترم هو ذا فاليو ب 65، اللي قيمته بكام؟ ب 65. نودي الناحيه دي، يبقى كده 4 ان بتساوي 65 ماينس 5، يبقى 4 ان هتساوي 65 ماينس 5 يعني 60، يبقى الان ايكوال دي طبعا هتروح الناحيه الثانيه. تمام كده كلنا عارفين احنا مودينا دي معموله هنا بلس، لما تروح الناحيه الثانيه تروح بعكس الساين بتاعتها تبقى تروح نيجاتيف. طيب ده تايمز عشان يتحرك من مكان يروح بعكس العمليه، يعني ده تايمز يروح ديفايد، يبقى 60 اوفر 4 يطلع الكلام ده ب 15. يبقى الترم رقم 15 هو اللي قيمته بكام؟ ب 65. يبقى انا كده جبت الاوردر او ترتيب الترم اللي كان بيكلمني عليه. اتمنى ان الموضوع يكون بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا رب يكون الدرس كان خفيف عليكم، واللي عنده اي معلومه او اي ملحوظه ممكن يبعت لنا على القناه بتاعتنا واحنا ان شاء الله هنفيدكم ومش هنتاخر عليكم. مع تحياتي دكتور حمدي، سلام عليكم.